طيب، إلى خبر آخر بمناسبة طبعا الحديث عن السندات وأذون الخزانة. وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية قالت النهاردة إنه الأجانب بيتهافتوا، يعني استخدمت هذا التعبير التهافت، بيتهافتوا على أدوات الدين المصرية، وإن موجة الطرح اللي أصدرتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة لأدوات الدين سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية جذبت كتير من أموال المستثمرين الأجانب. الوكالة قالت كمان في تقرير إن المستثمرين الأجانب رفعوا قيمة استثماراتهم في أذون الخزانة ل 79 مليار جنيه، وده بيعادل 4.4 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي. أيضا الوكالة أضافت أن مستوى الاقتراض الحكومي تجاوز المستوى المستهدف للعام المالي الحالي بحوالي 11% وارتفع فوق توقعات الموازنة العامة بنسبة 18%. دكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، مساء الخير دكتورة علياء. أهلا، مساء النور يا فندم. أهلا. يعني سؤالي الأول، هل نسبة استثمارات الأجانب يعني اللي احنا قلناها دي في أدوات الدين المصرية تعتبر مرتفعة ولا معتدلة؟ ايه تقييم حضرتك ليها؟ لا، هو اللي احنا طرحناه بعناه، يعني القيمة اللي احنا طرحناها للبيع من سندات وأذون خزانة بالعملة الأجنبية خصوصا أو بالعملة المصرية، بس احنا هنا بنتكلم على العملة الأجنبية، تم بيعها بالكامل. تم بيعها بالكامل لسبب واحد بسيط، ان المستثمر الأجنبي بيدور على أعلى ربحية ممكن يحققها. وانت طرحت سندات ذات 3 أجال، أجل سنة أو أظن 3 أو 10، مش فاكرة آخر مجموعة كانت قد إيه. سعر الفايدة عليهم أو العائد عليهم بيتراوح ما بين 6.5% و 8.5%، وده أعلى من معدل الفائدة على أي أذون أو سندات خزانة دولية، أو يعني من أعلى المعدلات الدولية. فطبيعي خالص أن يتهافت المجتمع الدولي والمستثمرين الأجانب على هذه النوعية من السندات، لأن العائد عليها كويس. تمام. طيب، يعني هل حضرتك شايفة أنه في خطوات من قبل الحكومة بتضع آليات معينة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر بأشكال أخرى غير اللي هي أدوات الدين؟ انا بص، انا هقول لك حاجه، انا ما بعتبرش ان ادوات الدين دي استثمارات، دي ديون والتزامات دوليه عليك وهتسددها في اجال احقاقها. لكن الاستثمار هو فعلا من المنظور الاقتصادي هو ان يجي مستثمر اجنبي ويضع امواله في صوره بقى مشروعات باشكالها المختلفه، قد تكون صناعيه، زراعيه، سياحة، مالية، whatever بقى، أيا كان نوعية الاستثمارات، هي دي اللي احنا بنقول عليها في علم الاقتصاد استثمارات. إن هي يجي ويعمل استثمار، يعمل منتج هنا، ينتج منتج هنا، يشغل عمال هنا، يبيع منتج، يولد دخول، ويصدر أحيانا كمان. هي دي اللي في العرف الاقتصادي بيطلق عليها استثمارات. أما الأذون وسندات الخزانة فدي أدوات مالية للاقتراض بأشكال مختلفة، بعضها بيبقى فيه اقتراض من مؤسسات دولية، بعضها بيبقى فيه اقتراض من دول، ونوع آخر هو الاقتراض من المؤسسات التجارية من خلال السندات وأذون الخزانة اللي هي الدولارية. احنا نأمل ان النوع الاخر اللي هو الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد خلال الفترة القادمة، تزيد في المجالات الاقتصادية المختلفة اللي احنا محتاجينها، لان هي دي الاستثمارات اللي بتخلق فرص عمل، بتولد دخول، نعم، وبتزود الصادرات بتاعتنا كمان في الاجل المتوقع. اشكرك شكرا جزيلا دكتور علياء المهدي، استاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق.